بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. إذا أنا وهذا الدرس هو التمرين يتعلق بالدالة التعريفية بالنسبة للتالتة إعدادي. إف دالة ألفية بحيث تمثيل ما بين هو دي يمر من النقطتين أ حتى الفصول ديالها أربعة ويكتب ديالها ثلاثة، و بي الفصول ديالها اثنان ويكتب ديالها أربعة. و جي دالة خطية تمثيل ما بين دلتا معرفة كما يلي: جي لإكس تساوي اثنان إكس. أولا حدد معامل الدالة إف. إذا أنا معامل الدالة إف، هنا إف دالة ألفية، إف دالة ألفية يعني اف لي اكس تكتب على شكل ا اكس زائد بي. هنا غادي نحدد لنحدد ا معاملها. اذا في هذه الحاله عندنا التمثيل المبياني ديالها يمر من النقطه 4 3، يعني ا 4 3 كيمر من النقطه هذه. يمكن نكتبها على شكل هي اف لي 4 كتساوي 3، وعندنا بي كتساوي 2 4، يعني اف لي 2 كتساوي 4، يعني صورة العدد 2 4 وصورة العدد 4 كتساوي 3. اذا ا تساوي الصورة ديال العدد 4 ناقص الصورة ديال العدد 2 على العدد 4 ناقص العدد عدد 2. إذا الطريقة باش كنحسبو الصورة ديال العدد 4 هي 3، الصورة ديال العدد 2 هي 4، 4 ناقص 2 هي 2، حولو الفرق إلى مجموع على 2. إذا 3 زائد ناقص 4 هي ناقص 1 على 2. إذا مطلوب منا أ معامل أ هو. ثم عندنا استنتاج، ثانيا استنتاج. لدينا معامل دالة F هو ناقص واحد على اثنان. إذا الدالة التآلفية F تكتب على شكل F ل X تساوي ناقص واحد على اثنان X زائد B. لنحدد B، لدينا ناخذ مثلا النقطة أ هي 4 3، يعني بأن صورة العدد 4 تلاف كتساوي 3. مش هنا نعوضها، إذا إف لي 4 تساوي ناقص 1 على 2 ضرب 4، يعني إكس 4 زائد بي. صورة العدد 4 هي 3 تساوي ناقص 4 على 2 زائد بي. إذا 3 تساوي ناقص 4 على 2 فهي 2، ناقص 2 عفوا زائد بي. نحول الطرف الأحمر يروح على الإشارة ديالها، غتولي زائد 2 تساوي بي، تساوي 3 زائد 2 هي 5 تساوي ب. ومنه الدالة التآلفية F هي F ل X تساوي ناقص 1 على 2 X زائد 5. ثم السؤال الثاني، حدد العدد الحقيقي A بحيث 5 على 2 4 تنتمي لمستقيم دلتا. مستقيم دلتا هو التمثيل المبياني ديال الدالة G. إذا عندنا سؤال، لا سؤال ثلاثة، لدينا أو الإحداثيات ديالها 5 على 2 أ 4 تنتمي إلى مستقيم دلتا اللي هو التمثيل المبياني ديال الدالة جي. وهذا شنو كيعني؟ يعني أن صورة العدد 5 على 2 أ بالدالة جي كتساوي 4، ولدينا جي لإكس تساوي 2 إكس، إذا كتساوي 2 إكس. إذا غادي نعوضو جي خمسة على اثنان أ تساوي اثنان ضارب خمسة على اثنان أ. إذا غادي نعوضو خمسة على اثنان أ بإكس، خمسة على اثنان أ كتساوي أربعة تساوي، إذا نعتزلو بجوج غتبقى عندنا خمسة أ. غادي نقسمو الطرفين بجوج على خمسة باش نتخلصو من خمسة، إذا تاني غادي نقسمو على خمسة، إذا غتبقى عندنا هي أربعة على خمسة كتساوي أ. ومنه العدد الحقيقي أ هو 4 على 5. ثم السؤال رابعا، حدد جبريا إحداثية النقطة F تقاطع الدون حول الأقاصين. إحداثيتي F نقطة تقاطع مستقيم D ومحور الأفاصيل. هنا يعني شنو كيعني بأن جبريا؟ يعني هنا بلا ما نرسمو الشكل، إلا خدينا الشكل مثلا بحال هاك، ده مستقيم D نفترض مستقيم D بحال هاك. إذا نطلب منا نحدو هاد النقطة ديال تقاطع مستقيم دي مع محور الأراتيب، هذا هو محور الأراتيب. إلا خدينا هاد النقطة مثلا نسموها واحد العدد مثلا سي ولا إم مثلا مكنعرفوهاش، النقطة مثلا هادي نقطة إف مثلا، الإحداثية ديالها مكن غيكون مثلا شحال الأصول ديالها هو صفر، الرتب ديالها هو إم. إذا بقينا نحدو رتب إم. هنا عندنا هاد النقطة إف فهي كتنتمي لمستقيم دي، لأن نقطة تقاطع محور الأفاصيل، يعني هنا كتحقق لنا المعادلة. شنو كيعني؟ يعني أن صورة العدد
صفر كنحسبو صورة العدد. صفر بالدالة اف واحد ناقص اف لي اكس تساوي ناقص واحد على اثنان اكس زائد خمسة، لأن الأفصول ديال هاد النقطة كيساوي صفر. إذا صورة العدد صفر هي ناقص واحد على اثنان ضارب صفر زائد خمسة، كتساوي ناقص واحد على اثنان هي صفر زائد خمسة تساوي خمسة. ومنه نقطة تقاطع المستقيم دي ومحور أرتيب هي النقطة إف للإحداثية ديالها، الأفصول ديالها صفر، الرتب ديالها هو خمسة، لأن الأفصول غيكون صفر والرتب هو خمسة. وبهذا نكون سألنا التمرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.